وكان طبعا امبارح كان في لفته ظريفه جدا من البعثه هناك. طبعا عارفين حضراتكم البعثه بيترأسها الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. والحقيقه لما شخصيه مهمه في النادي الاهلي تتصدر او تترأس يعني البعثه في المغرب، فده بيدل قد ايه البطوله مهمه ل طبعا النادي الاهلي. وكان في امبارح عيد ميلاد، او يعني كانت عيد ميلاد احمد راضي لاعب النادي الاهلي اللي لسه طالع. دي صوره من العيد ميلاد، بعثه الفريق احتفلوا طبعا برئاسه الاستاذ العمري فاروق، وده مش غريب عنه. يعني الاستاذ العمري فاروق دايما بيحب يعيش الجو الاسري مع اللاعبين كلهم في كل الالعاب، حتى من ايام ما كنت بلعب. وعملوا عيد ميلاد لاحمد راضي، وزي ما شايفين التورته بقى طبعا، والفرقه كلها موجوده، واكيد طبعا بيعمل روح كويسه وبيبقى ليه انطباع في الملعب.